انا عندي خبر هنا اهو، تصريح للكابتن هادي خشبة. امبارح كنا طرحنا او يعني نقلنا لحضراتكم خبر خاص بالحفله اللي اقيمت ليله ختام كاس العالم للانديه، وقلنا انه كابتن هادي خشبة رفض ان هو يطلع على الستيج. قلت كده بالظبط عشان برضو الموضوع ده اصله ناس كتير كتبت باشكال مختلفه على المواقع كلها. يعني اللي قال ان انا قلت ان هم ما راحوش الحفله، كابتن هادي رفض ان هو يروح الحفله عشان الخمور، واللي كتب ان انا قلت يعني هم حصل لغط كتير يعني، وكان انا كنت باحرض ان هادي خشبة يشرب خمره او يتناول الخمور عشان خاطر يعني يبقى متواجد وسط الناس. طبعا كل ده ما حصلش طبعا، ده لا يمكن يحصل، لكن كابتن هادي خشبة انا قلت امبارح انه تدخل بقوه ومنع خالد مرتجي انه يتواجد وسط ممثلي الانديه الاربعه اللي وصلوا السيمي فاينال واللي تواجدوا على مسرح او الستيج اللي اتبنى او اللي اتعمل في حفل الختام. قلت لحضراتكم كده حتى بتفصيلات اللي بيقف على هذا المسرح، قلت رئيس الاتحاد الدولي بيقف ومع الاربعه النواب بتوعه بيقفوا واربعه والرئيس الاتحاد الياباني واثنين النائبين بتوعه والاربع انديه او ممثلي الاربع انديه اللي وصلت الدور قبل النهائي، وبيبقى في شاكوش كده بيضربوا بيه بعدين بيتناولوا النخب هذه البطولة. هم بطبعهم بتناولوا هذا النخب، حتى أنا قلت أنه وانت قاعد في الطيارة مسافر بيبقى في خمور على الطيارة، وانت قاعد في الأوتيل بيبقى في خمور في التلاجة، وانت مصر فيها محلات خمور. يعني انت لو داخل في أي فندق في أوتيل في مصر تطلب قهوة على الريحة وتقدر تطلب ويسكي، يعني في النهاية كل ده موجود. يعني الناس بتقول ما ينفعش نتواجد في مكان فيه خمور، طب لو ده يبقى مبدأ، لكن انا اعتراضي ونقدي ان انت طالما تواجدت في الحفل لازم تتواجد على مسرح الحفل، لان انت النادي الاهلي من الاربعه اللي وصلوا سيمي فاينال وبياخدوا صور التذكاريه اللي بتوضع في سجل التاريخ. يعني بعد 20 سنه لما نيجي الناس تشوف سجل كاس العالم للانديه التاسعه اللي كانت في اليابان 2012 الصور هيبقى هي الصور دي اللي يبقى فيها ممثل النادي الاهلي. فانا قلت اذا كان الكابتن هادي خشبه مبدأه قال لي يتواجد في مكان فيه خمور ما كانش راح الحفل اصلا، انا ما قلتش انه ما راحش الحفل، انا قلت انه راح الحفل وراح معاه خالد مرتجي. كابتن هادي رد بقول الخبر نازل على اليوم السابع، صياغه الخبر حتى مش سليمه، يعني بقول نفى هادي خشبة مدير قطاع الكره ما تردد مؤخرا بشان عدم حضور حفل ختام نهائي مونديال الانديه. انا ما قلتش انه ما حضرش، انا قلت انه حضر ورفض يطلع على الستيج ومنع خالد مرتجي انه يطلع على هذا المسرح، مؤكدا ان ما تردد في هذا الشان غير صحيح على الاطلاق. وبيقول وكانت تقارير إعلامية قد ذهبت اللي هو احنا طبعا لأن خشبة غادر حفل ختام مونديال الأندية. يعني هو غادر ولا لم يحضر؟ يعني برضو عشان الصياغة بدء انه نفى انه لم يحضر، تحت غادر الحفل. وذهبت التقارير اللي أن خشبة منع باقي مسؤولي النادي من حضور الحفل بسبب الخمور، ما قلتش كده، قلت منع طلوعهم على المسرح. الفكرة كده حضرتك الترابيزة نفسها اللي قاعد عليها هادي خشبة وخالد مرتجي والناس قاعد عليها ممثلي الأندية الأخرى بيتناولوا الخمور. انت ممكن تشرب شاي، ممكن تشرب قهوة، وانت لحضراتكم عايزين نتفاعل مع الآخر ونظهر ويكون لنا كيان وقيمة، نقعد نتفاعل مع الآخر ونجبره على احترامنا في تقاليدنا. يعني لا يمكن حد يقبل انه يتناول خمور، فيش مسلم هيقبل ان مسلم اخر يتناول خمور طبعا، ده شيء محرم بالنسبه لنا ما فيهوش تفكير. يعني ما نقعدش نفكر طب يعني ندوق طب نجرب، لا ده شيء محرم، فالمحرمات دي ما فيهاش جدال، يعني مش ما فيهاش نقاش اساسا. فاعتراضي هو كابتن هادي ما نفاش انه الحفل ان هو ما راحش الحفل، وما نفاش ان هو ما طلعش على الستيج، هو بيقول انه حضر الحفل، يعني حضر ايضا ما يزيد عن 300 شخصية مسؤولة. قلت لحضراتكم كان في بتاع مصر قطر والسودان والامارات وناس من دول عربية اخرى دول اوروبية وبلاتيني، يعني كل الناس كانت موجودة. وبيقول ان فقرات الحفل بتتضمن كلمة لبلاتر وبعض مسؤول الفيفا ثم تقليد متبع في هذا الحفل بقيام ما يقرب من 10 ل 15 شخص، هم دول اللي انا كنت بقول بياخد الصورة التذكارية اللي هو من 10، كابتن هادي بيقول من 10 ل 15 اللي هو رئيس الاتحاد الدولي بلاتر مع الرباعي النواب بتوعه يبقى دي 5، رئيس الاتحاد الياباني يبقى دي 6، اثنين النواب بتوعه يبقى دي 8، الاربع ممثلي الاربع الانديه
اللي وصلت سيمي فاينل يبقى دي 11 واثنين ثلاثة من الرعاة الرئيسيين في البطولة، لو الرجل مالك شركة تويوتا الراعي الرئيسي للبطولة أو الرسمي للبطولة، هكذا حوالي 15 واحد هم دول بياخدوا السيرة التذكارية. أنا اعتراضي كان على نقطة يا كابتن هادي، طالما حضرتك رحت هذا المكان كان لازم يطلع خالد مرتجى على المسرح ويتصور هذه الصور. حدش هيكبر يقول له يا تشرب خمره وتتصور يا مش هتتصور، ها حدش هيعمل له كده يعني طالما انت قررت انك تروح. فالكلام واضح يعني، التأويل والكلام ده انا بنتقد موقف هادي خشب، ولا انتقد شخص هادي خشب، هادي خشب راجل محترم وكلنا بنعزه وصديق عزيز على فكرة يعني، لكن انا بنتقد هذا الموقف وقلت بالنص هل هادي خشبة لانه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين اصبح يدير النادي الاهلي، والنهارده كل واحد يتقال انه اخوان يخوف الناس، يعني الكلام غير منطقي. هل النادي الاهلي دلوقتي بقى هادي خشب اللي يقوله هو اللي يمشي صح غلط هو اللي يمشي؟ مفيش خالد مرتجي، مفيش محمود الخطيب، الشخصيات بتتوارى عشان بمجرد ان اسمه اخوان؟ طب ما نبقى كلنا اخوان يعني، اذا كان ده صك القوه دلوقتي في البلد نبقى كلنا اخوان، كلنا بنعتز بالاخوان وكلهم من بيوتنا ومن عوائلنا ومن شارعنا ومن حتتنا ومن جيراننا. ايه علاقه يعني ايه العلاقه دي؟ يعني ايه العلاقه دي اللي الفيصل في اي شيء صح والغلط مش الاخوان وغير الاخوان، الفيصل في اي موضوع، اي موضوع في الدنيا هو الصح والغلط، الحق وعدم الظلم، الحق وعدم الحق، هو ده الفيصل في اي موضوع. بس هو ده كان رأي امبارح كابتن هادي، ما نفاش كل اللي انا قلته على فكره، وقال انه فعلا ما طلعش، بس بيقول ان هو من 10 15 واحد بيطلعوا على المسرح بيمسكوا شاكوش ويطرقوا بيه على برميل بيخرج منه خمور ثم يشرب منه من يشاء. يعني هم العشر خمستاشر دول اللي موجودين على المسرح، وبعد كده بيتناولوا او بياخدوا الصورة اللي هي الصور التذكارية التاريخية. وكابتن هادي يقول طبعا هذا التقليد اختياري وليس اجباري. هو طبعا التقليد اختياري وليس اجباري، محدش بيجبر حد على حاجة في النهاية. انا في فيما يجي يقول لك انا هكرمك وطلعك على الستيج وهنده اسمك، يعني بيبقى في مقدم الحفل بيقول فلان الفلاني ممثل نادي تشيلسي، فلان الفلاني ممثل نادي كورينثيانز، فلان الفلاني ممثل نادي مونتيري، وفلان الفلاني ممثل النادي الاهلي. فهم بلغوهم انه مش هيطلعوا، فاتقال التلات أندية فقط، فاحنا متابعين الحفل اتقال التلات أندية، فقلنا طب هو فين النادي الاهلي؟ هل هم عارفين قبلها بيوم ان الاهلي هيخسر مثلا بكره في التلات والرابع فندهوا التلاته بس؟ لغايه ما عرفنا حقيقه هذا الامر. كابتن هادي بيقول انه التقليد ده اختياري وليس اجباري، ومن حق اي شخص ان يقدم هذا التصرف حسب عاداته وتقاليده، لذا كان من الطبيعي أن نرفض الإقدام لهذا التصرف بحكم تعليم ديننا الإسلامي الحنيف. يعني هو الدين الإسلامي بيقول نقعد في مكان فيه خمور، نقعد على ترابيزة فيها خمور ومفيش مشاكل، بس لو قالوا لنا نطلع على الستيج اللي فيه الخمور نقول له لا، الدين الإسلامي بيمنع. هو ده كان اعتراضي للكابتن هادي. زائد هحترم جدا رغبته وموقفه لو أعلن هذا الموقف لوسائل الإعلام داخل اليابان حتى يتعلم اليابانيون ويتعلم العالم رسالة هادي خشب. يعني كنت تطلع تقول أنا كنا النادي الأهلي مدعو أن يطلع على الستيج على المسرح ويتلقى الصور التذكارية التاريخية، وضحينا بهذا التاريخ العظيم لأن الدين الإسلامي الحنيف بيمنعنا من التواجد في مكان فيه خمور. ساعتها أنا رجل يعني إيه أرفع لك القبعة رغم اختلافي في التناول وفي طريقة التفكير، بس خلاص يبقى انت راجل كان ليك مبدأ او ليك رسالة اصرت انها توصل. انما كده لو وصلت الرسالة ولا الاهل تصور ولا تفاعلنا مع الاخر ولا اي شيء يعني. ده كان بخصوص الخبر اللي اتكلمنا عنه مبارح، وعمل شوية يعني على المواقع والفيسبوك شوية كلام.